بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة عبارة عن شرح افضل 7 تطبيقات لهاتفك الاندرويد. 6 تطبيقات لابد ان يكون منها تطبيق او 2 على تليفونك المحمول. تطبيقات ممتازة جدا، يلا بينا نستعرض التطبيقات مع بعض. وقبل ما نبدأ بتمنى منك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو لاصحابك على قد ما تقدر عشان نوصل لاكبر عدد من الناس وكل الناس تستفيد. يلا بينا نستعرض التطبيقات مع بعض. معنا النهارده وتطبيق ده، تطبيق ده ممتاز جدا. تطبيق ده تقدر تستنسخ منه الواتساب، الفيسبوك، ماسنجر، اي تطبيق انت عايزه. فهو التطبيق ده بيعمل لك منه نسختين، يعني تقدر تعمل حسابين للواتساب او الجوجل او ماسنجر او فيسبوك. فهو تطبيق ممتاز جدا. بعد ما تحمله من متجر جوجل بلاي نضغط عليه تحميل، بيظهر لنا بالواجهه الاماميه ديت. نضغط هنا، بعد كده نضغط استمرار، بعد كده سماح، تاني سماح، سماح، نفضل نضغط سماح. بعد كده بيظهر لنا بالواجهه دي، بنستنسخ ثانيه واحده. بعد كده بدأ الاستخدام، بيظهر انا بيقول لك حدد التطبيق اللي انت عايز تعمل منه النسختين. وليكن مثلا عايزين نعمل من الواتساب، بنروح محددين عليه مثلا ونروح ضايفينه. بعد كده اضافه، اكتر ما اضافه الفيسبوك كده ماسنجر يعمل بالشكل ده، تمام. فهو بيروح من هنا يبقى حدد لي التطبيق اللي انت عايزه، وتروح محدد زي كده، وتروح فتح الاعلان. بعد كده تثبيت، كده بترجع تثبت بقى التطبيق لان التطبيق ده مش معايا على التليفون. مثلا خلينا نجرب مثلا على الفيسبوك. بعد كده نفس الكلام بتثبته، يعني بيقول لك ثبته تاني. فهو من التطبيقات الممتازه جدا. التطبيق معانا النهارده هو التطبيق ده، تطبيق ده ممتاز جدا. التطبيق ده تقدر تسجل منه المكالمات بطريقه سهله وطريقه ممتازه جدا. بعد تعمل التطبيق ده من متجر جوجل بلاي بنضغط خش عليه. بعد كده نضغط على كلمه نيكست، نيكست تاني، نيكست تاني. وبعد كده بتحدد اي اختيار من ديت وليكن الاختيار ده. بعد كده نضغط نيكست، بيقول لك هيسجل بايميل من الايميلات بتاعتك جوجل او كده. وليكن هنسجل بايميل، نسجلنا بنسجل بالايميل اهوت، وتمام 100 100. بياخد ثواني والتطبيق بيحمل معانا. بعد كده رفض، سماح، سماح. شوف انت بقى لو انت عايز تسجل بالايميل بقى اول بتسجل بيه، بتبدا تسجل هنا، تبدا ساعه بتضغط عليه وتبدا معاك التسجيل على طول. فهو كده بيسجل لنا الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي. فهو تطبيق ممتاز جدا. وليكن انا خلصت التسجيل، التسجيل النهائي انتهى. نبدا نشوف بقى التسجيل بتاعنا، نفتحه. تبدا ساعه بتضغط عليه وتبدا معاك التسجيل على طول. فهو كده بيسجل لنا الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي. فهو انت زي ما شايف تسجيل ممتاز جدا، وممكن تعرض على المكالمات او الكلام ده. فهو ممكن ممتاز جدا. تنزل هنا على الاشعارات، تمام، وتخش. وممكن لو انت عايز تضيف عليها حاجه تاني وتضغط على العلامه ديت من هنا من فوق، وتبص هنا هتلاقي اتضاف لك معاك التطبيق من هنا. ممكن تشيله وتحط فوق هنا تاني زي ما انت شايف كده، من غير ما تخش على التطبيق والكلام ده كله، وتطلع. وبعد كده تطلع منها خالص تحرير. هتيجي هنا على التطبيق هتلاقي التطبيق موجود معاك على طول، ممكن تسجل منه مباشره من غير اي تعب. هو تطبيق ممتاز جدا. تطبيق معانا النهارده وتطبيق بيلكسي 4D. التطبيق ده جميل جدا، التطبيق ده ممتاز، ممكن تستخدم منه خلفيات، وفي خلفيات جميله جدا، خلفيات بشكل 3D وبشكل رهيب. بعد تعمل تطبيق متجر جوجل بلاي بنضغط عليه، بنستنزل ثواني بس وبيفتح معانا التطبيق على طول بالواجهه الاماميه ديت. بحول معانا على التطبيق هنا اهوت، نضغط على اكس في الاعلانات، بيبدا ثواني بس ويحمل معانا هنا الخلفيات كلها. زي ما انت شايف كده بيظهر لك الخلفيات كلها بالشكل الجميل ده، بالشكل الرائع، بكل الخلفيات، بخلفيات بابجي، فري فاير، جميع الخلفيات باشكال ممتازه. وتقدر لو انت عايز تصنف الخلفيات مثلا التصنيفات هي، تختار كل الاشكال والمواضيع اللي انت عايزها. فهو تطبيق ممتاز جدا، تقدر تختار الخلفيات اللي انت عايزها وتحددها وتستخدمها مع على موبايلك. فهو تطبيق ممتاز جدا في الخلفيات، وفي خلفيات رائعه وممتازه جدا، وفي خلفيات كثيره جدا تقدر تستخدمها. التطبيق اللي معانا بعد كده هو التطبيق ده، تطبيق خلفيات برضه، بس تطبيق ممتاز جدا في الخلفيات، بيختلف شويه عن التطبيق التاني. بعد تعميل متجر جوجل بلاي بنضغط عليه، بنفتحه، بيروح بيصبر ثواني وبيفتح معانا بالواجهه ديت على طول اهوت. بيبدا في جميع الانواع والخلفيات ديت، بيبدا يحمل معاك على طول. زي ما انت شايف الخلفيات اهيت بشكل ممتاز، بشكل رائع. مش عاجبك الانواع من الخلفيات ديت مثلا، بتروح ضاغط حول التطبيق تشوف الخلفيات التاني، شكل زومبي، شكل الاسد بتاع دهوت الكرتون، اشكال عديده. تقدر تشوف الاشكال تاني، تقدر تغير وتشوف اشكال تاني. نفس الكلام هنا، اشكال كثيره واشكال ممتعه جدا. تقدر وتنزل لتحت اشكال ممتعه للنهايه، هي اشكال ممتازه جدا، تقدر تستخدمها بمجرد انك تضغط عليها وتحملها عندك.
التطبيق التاني اللي معانا هو تطبيق ممتاز جدا، تطبيق سهل الاستخدام من غير اعدادات من غير اي حاجه، بمجرد ان هتحمله من على متجر جوجل بلاي نضغط على التطبيق بس بيروح محول لك بشكل الخلفيات الى شكل جميل زي ما انت شايف كده، بشكل ممتاز. بتضغط على التحميل بيحمل لك شوف الاشكال، بيروح مغير لك شكل التطبيقات عندك باشكال زي ما انت شايف كده. وفي ميزه تانيه جميله جدا، بمجرد انك تسحب ايدك من على الشاشه من اقرا بس يروح يجيب لك جميع التطبيقات اللي عندك في القائمه منسدره زي ما انت شايف كده، تقدر تختار بدل ما تطلع فوتت تشيله وتشوف التطبيقات وتطلع كده وتشوف نفس الكلام زي ما انت شايف. تقدر تختار هنا اسم القائمات المنسدره اللي فوق ديت وتحددها وتحدد الاشكال زي ما انت شايف، فهو اشكال جميله جدا زي ما انت شايفه في قائمه منسدره على طول تختار وتختار من الحروف هنا، فهو تطبيق ممتاز جدا. طب لو انت عايز تفك التفعيل بتاعه بمجرد ده تضغط بس على الكلمه بتاعته اللي فوق ديت على التطبيق بس كده بروح فكك لك التفعيل كامل، فهو تطبيق سهل التفعيل وسهل الاستخدام جدا من اسهل التطبيقات اللي معانا النهارده. التطبيق اللي معانا بعد كده هو تطبيق ووتر كولر، دي تطبيق ده زي لعبه كده بتلعبها بطريقه ممتازه طريقه جميله بعد تحميل متجر جوجل بلاي، بنضغط عليه يحمل بيفتح امامنا بالواجهه الاماميه ديت، استنى بيظهر لك على طول باول مرحله على طول. كل انت عليك انك بس بتشيل انك الزجاجه زي كده وتفضيها من هنا تغير الالوان كده الالوان تخلي كل لون لوحده وتلعب بيها هنا اهيت تكمل الالوان. فزي ما انت شايف كده هو تطبيق سهل الاستخدام وتطبيق مرح جدا، تقدر تستخدمه بطريقه ممتازه وطريقه سلسه جدا، وكل مرحله بتبقى اصعب من الثانيه، فهو تطبيق ممتاز جدا. ودي كانت كل حاجه معانا النهارده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.